السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. وقبل ما نبدأ كلامنا كده نصلي ونسلم على نبي الهدى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله معانا عطلة جديد في الشاشة، معانا عطلة باور في شاشة بلوتو. أنتم شايفين حضراتكم معانا دي، طبعا هي المشكلة فيها مشكلة باور الشاشة، اللمبة مفيش أي إضاءة في الباور ولا فيه أي إطلاع للشاشة. طبعا موديل الشاشة هنوريه لحضراتكم دلوقتي، موديل الشاشة بلوتو ال سي دي زي ما انتم شايفين حضراتكم، ايه اف 37 اف اتش دي 20 سي 8، ده موديل الشاشة معايا حضراتكم بلوتو. طبعا المشكلة دي مشكلة باور، ان شاء الله باذن الله هنفك الشاشة ونشوف العطل فين زي ما تعودنا مع حضراتكم. يلا بينا تابعونا بعد الفاصل ان شاء الله. زي ما انتم شايفين حضراتكم ده شكل الشاشه الخارجي، الشاشه معانا طبعا شاشه دي. المشكله عندنا مشكله في الباور، فطبعا ان شاء الله اول حاجه هنتوجه ليها دايره الباور معايا. فطبعا الفحص مبدئيا كده، اول ما تفتح الشاشه هتلقي نظره عليها، مبدئيا نظره فحص مبدئيه تبدا تشوف في مكثفات في مشاكل قبل ما تعمل اي حاجه، بعد كده تشوف في سخونه في قطعه، وبعد كده تبدا تفحص وتشتغل. فاحنا حضراتكم كده مجرد ما فتحنا الشاشه لو القينا نظره مبدئيه كده على بورده الباور، معايا المشكله عندي في الباور. فلو القينا نظره هنا طبعا اول حاجه هنلقي نظره عليها المفروض معايا تبقى المكثفات، لان المكثفات هي اللي بتسبب في الاعطال دي بنسبه كبيره جدا، يعني بنسبه 80 90%. فلو جينا حضراتكم كده قربنا كده وجينا القينا نظره على المكثفات، طبعا معايا مكثف الكبير اهو، ده اول حاجه المفروض انت هتلقي نظره عليه، المكثف شكله سليم شكله مش كل حاجه. بعد كده في مكثفات تانية معايا في دايره الباور، بعد كده في مكثفات خارج دايره الباور زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، في ثلاث مكثفات منتفخين اهو، والشاشه قطع باور نهائي. فان شاء الله باذن الله هي المشكله معانا كده انحصرت في المكثفات اللي معايا زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو، وده شكل المكثف اللي هو منتفخ، يعني المكثف المنتفخ بيبقى بالشكل اللي انتم شايفين حضراتكم ده كده. فاصبحت المشكله عندنا في المكثفات دي، هنبدا نغيرها بدون ما نقيس وبدون ما نعمل اي شيء، نبدا نغيرهم ونرجع تاني لحضراتكم. يلا بينا نبدا حضراتكم كده نفك دايره الباور معايا. طبعا تاكد انك انت فاصل الكهرباء علشان ما تسببش معاك في صعقه ولا حاجه. نيجي حضراتكم كده على المكثفات اللي فيها المشكله معانا ونبدا زي ما انتم شايفين حضراتكم المكثف اللي معايا ده 35 على 1000 زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. دي قيمه المكثف اللي معايا، المكثف التاني نفس القيمه برضو. والاثنين واصلين على خط واحد. زي ما انتم شايفين حضراتكم 35 على 1000. المكثف الثالث معايا اللي هو 470 على 35. ده المكثف الثالث معايا 470 على 35 فولت. طبعا محضر مكثفات معايا، ده المكثف الجديد اللي انا ركبه 35 على 1000 زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو، 35 فولت على 1000. نبدا حضراتكم كده ثبته معانا في البورده. طبعا انت تاخد بالك من المكثف، المكثف ليه اتجاه، ده السالب بتاعه وده السالب بتاعه في البورده اللي عنده علامه سودا ده، عشان لو عكست المكثف هينفجر معاك.
المكثف الاول، ده المكثف الثاني برضو نفس القيمه 35 على 1000. المكثف الثالث معايا اللي هو 35 على 470. جزير. نبدأ كده حضراتكم نثبت المكثفات معانا ونقص الزيادات. نص زيادات علشان متسببش معاك في شرطة تلمس في الارضي بتاع الشاشة او الصاج بتاع الشاشة تسبب معاك في مشكلة، فنص زيادات بتاع مكثفات كده اللي هي الجديدة علشان متسببش معاك في مشكلة. نيجي حضراتكم بقى نثبت. هو وارد ممكن يبقى في مشكلة تاني، لكن هي المشكلة الاساسية اللي قدامنا دي، فاحنا كده غيرنا المكثفات دي وهنبدأ نجرب. يعني ممكن يبقى في مشكلة تاني في الباور، يعني الموضوع ممكن ما يختصرش معانا لحد كده. نروح حضراتكم نوصل الباور. بسم الله الرحمن الرحيم، ونعمل تيست كده نشوف النتيجه معانا ايه. بسم الله. وصلت باور الشاشه كده. طبعا حضراتكم كده هنبدا نقيس كارته الباور معايا نشوف الخارج بتاعها. زي ما انتم شايفين حضراتكم هو عندي هنا في 5 فولت وفي 12 فولت، دول الجوادين اللي موجودين معايا الاساسيين. فنبدا حضراتكم هي الشاشه عامه، حضراتكم الشاشه اشتغلت معايا بعد ما غيرنا المكثفات. الشاشه اشتغلت معايا لكن ملحوظه، انا اسف، يعني اللمبه اللي احنا وريناها لحضراتكم دي مش لمبه، دي عدسه الريموت. دي عدسة الريموت، يعني اللمبة دي مش لمبة اللي هنا دي. دي عدسة الريموت، لمبة الليد بتاع الشاشة أو لمبة البيان معايا حضراتكم أهي. فطبعا زي ما أنتم شايفين حضراتكم الشاشة اشتغلت معايا تمام، مفيش مشكلة. زي ما أنتم شايفين حضراتكم أهي وأقلعت معايا. نيجي حضراتكم نقيس الجهد، نتأكد من الجهد مظبوطة برضو، وربما يكون في مكثف أو في حاجة تحصل مشكلة معانا بعد كده، نتأكد من الجهود وبعد كده إن شاء الله هنقفل الشاشة بتاعتنا، لأن الشاشة كده إن شاء الله العطل اللي فيها اتحل. نيجي حضراتكم كده نقيس الجهود اللي كانت معانا نشوفها مظبوطة كلها أو في جهد بيزيد أو بينقص. أنا آسف على الحركة بتاع الكاميرا دي. فخد بالك يا باشمهندس، أنت ممكن أساسا يبقى في مشكلة تاني معاك برضو الشاشة تشتغل وبعد كده تظهر معاك، فهنقيس برضو الجهود ونتأكد إن كل حاجة تمام. زي ما أنتم شايفين حضراتكم ده ال 12 فولت موجود أهي. وبعد كده المفروض معايا 5 فولت. كده كل الجهود موجوده معايا، ال 12 فولت وال 5 فولت. اتاكد ان الجهود ثابته، جهود حضراتكم كلها ثابته اهي، مفيش اي تذبذب. لو هركز هنا كده 12 فولت ثابته معايا اهي، 5 فولت ثابته معايا، مفيش اي تذبذب في الفولت. كده معنى كده ان الباور سليم والعمليه تمت بنجاح الحمد لله. والفيديو اللي احنا شاركناه مع حضراتكم في اصلاح الشاشه كده يعتبر خلص، الشاشه اشتغلت معايا تمام. فطبعا حضراتكم احنا قلنا قبل كده ان المكثفات بتسبب في اعطال كبيره من اعطال الشاشات،
فيعني احترس من المكثفات ويعني ركز معاها دايما، ويبقى عندك افوميتر يقيس معاك مكثف وكده يساعدك برضو، عشان لو المكثف شكله سليم مش لازم يبقى شكله تالف علشان يبقى تالف. المكثف بيبقى فيه ماده كيميائيه ممكن من الاسفل بتتسرب الماده انت ما بتشوفهاش، المكثف شكله يبقى سليم، او المكثف منتفخ او ارتفاع درجه الحراره، الحاجات دي اللي هي الظاهريه اللي بتبان معاك ان المكثف تالف. وافضل حاجه المكثف اللي تشك فيه على حسب المنطقه والدايره اللي بيغذيها، يعني تخلع المكثفات دي وتقيسها او تستبدلها. وكده حضراتكم هيكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده، ولو شفت الفيديو وعجبك ما تنساش لايك وتعليق ايجابي ومشاركه الفيديو علشان الناس تشوف الفيديو زي حضرتك كده وتستفيد بيه، وتدلع الخير كفاعله. ولو انت اول مره تشاهدنا، لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك معنا في القناه وتضغط لايك وتبدي اعجابك بالفيديو في تعليق. ولو ما عجبكش الفيديو في حاجه حضرتك قول لي ايه اللي مش عاجبك في الفيديو واحنا نعدل في المرحله الجايه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص معاكم النهارده، اشكركم، كان معكم اخوكم محمود ابو دنيا، ونختم كلامنا زي ما تعودنا مع حضراتكم بالصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.